السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد مع برنامجكم الأهلي ينتخب. خلاص مضى قطار الانتخابات سريعا، اقتربت ساعة انعقاد الجمعية العمومية، لم يتبقى غير تقريبا خمس أيام فقط على انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وإجراء الانتخابات يوم 26 نوفمبر الجمعة الجاية إن شاء الله في مقر النادي في الجزيرة لاختيار وانتخاب مجلس إدارة يقود الطموحات الحمراء ويقود أحلام جماهير الأهلي ورغبات وحقوق الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل لأربع سنوات قادمة. يمكن النهاردة كان فيه تطور في ندوات السادة المرشحين لمقعد الرئيس. لسوء الأحوال الجوية استجابت الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة الدكتور سعد شلبي لطلب الأستاذ خالد سليمان المرشح على مقعد رئاسة مجلس الإدارة بترحيل موعد الندوة الانتخابية اللي كان مقرر عقدها اليوم مع أعضاء الأهلي في الشيخ زايد، تأجلت إلى يوم الثلاثاء مساء بالشيخ زايد. أيضا كان بكرة ندوة الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء النادي في الجزيرة. لسوء الأحوال الجوية أيضا تم ترحيل موعد الندوة إلى الأربعاء 7 مساء في الجزيرة. إذن 7 مساء الأربعاء الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء النادي في الجزيرة، والثلاثاء الأستاذ خالد سليمان مع أعضاء النادي في الشيخ زايد. الأهلي ينتخب، أعتقد حضراتكم تابعتوا المسألة من أولها، لكن النهاردة تقريبا صافرة النهاية لاستضافة السادة المرشحين. كان وفقا للبروتوكول اللي تم توقيعه والاتفاق عليه من خلال شركة بريزنتيشن لايف اللي بتدير القناة وإدارة النادي سواء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية على ضوابط معالجة قناة الأهلي للعملية الانتخابية، وتم الاتفاق على تخصيص الأهلي ينتخب كنافذة يوميا يطل منها السادة المرشحون على الجمعية العمومية وعلى أعضاء النادي. تباعا زي ما حضراتكم تابعتوا، يمكن بداية ظهور السادة المرشحين كان الأستاذ أحمد نبيل غيط، ثم الأستاذ محمد سراج، ثم الدكتور مهند مجدي، ثم الدكتور محمد جمال أبو العزايم، ثم الدكتور محمد رأفت الهنداوي، والأستاذ طارق أنديل، والدكتور محمد شوي، والمهندس عبد الله العياشي، والأستاذ خالد سليمان، والمهندسة مي عاطف. دول ظهروا تباعا خلال الحلقات اللي فاتت، قدم كل واحد منهم برنامجه وأفكاره وآراؤه على كل ما رغبوا. أعتقد تابعتوا حضراتكم قد ايه كانت قناة الأهلي حريصة على إتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين، كل واحد أبدى وجهات نظره وعرض أفكاره وبرنامجه على حضراتكم. طبعا في عدد من السادة المرشحين الإدارة التنفيذية للنادي كانت خطبتهم بخطاب رسمي لكل مرشح، اديت له الحق فيه ان هو يرد بالميعاد المناسب ليه علشان يظهر من خلال قناة الأهلي والأهلي ينتخب. في ناس رحبت بالمجيء وحددت ميعاد وظهرت وتابعتوا حضراتكم، وفي ناس كان ليها وجهات نظر اخرى من المؤكد ان احنا بنحترمها، سواء هي بتكتفي بالاتصال المباشر مع اعضاء النادي في المقرات المختلفه، او ان هي بتفضل الاتصال المباشر مع الجمعيه دون الظهور الاعلامي. من المؤكد ان هي كانت نافذه مهمه جدا، اكدت من خلالها قناه الاهلي على التزامها بالخط الحيادي من منطلق ان كلهم أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي كلهم عندهم الرغبة في أنه يخاطبوا الجماهير، يخاطبوا أعضاء النادي، يعرضوا آرائهم وأفكارهم على أعضاء الجمعية العمومية. وصارت الاستضافات تباعا حتى وصلنا النهاردة إلى خط النهاية. هيكون الضيف الأخير من المرشحين الأستاذ محمد الضماطي، عضو مجلس الإدارة الحالي والمرشح لعضوية مجلس الإدارة فوق السن. لكن ابتداء من الغد هتبدأ مرحلة التأكيد على حق الجمعية العمومية. خلاص حق السادة المرشحين أخذوه، اللي ظهر ظهر، واللي عرض أفكاره عرض، واللي فضل إن هو يكتفي بالاتصال المباشر مع الأعضاء فليكن. لكن ابتداء من الغد سيتم التأكيد ولحين انعقاد الجمعية العمومية، يعني ابتداء من الغد وحتى مساء الخميس الأيام الخمسة هتكون خاصة بالجمعية العمومية للنادي. بكرة هيكون ضيفنا المهندس عادل القيعي إن شاء الله، واحد من الراصدين عن قرب وعن داخل الجمعية العمومية لتطورات العملية الانتخابية في النادي الأهلي بين الأمس واليوم لسنوات طويلة.
بالإضافة إلى رصده لظواهر الجمعية العمومية للنادي ومدى وعيها التاريخي وذكرياته مع هذا الحدث الشعبي المهم، زي ما قلت لحضراتكم، لأنه انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي ده انعقاد شعبي مهم، ده حدث جماهيري كبير. عضو النادي اللي بيصوت صوته مش لنفسه ومش عشان الكرسي اللي بيقعد عليه هو وأسرته في الجنينة، لا، هو تقريبا بيعبر عن آمال وأحلام وطموحات ورغبات ومشاعر الملايين من جماهير الأهلي في كل مكان، اللي احنا قلنا لكم من خلال الأهلي ينتخب من أول يوم، دول أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي. جماهير الأهلي اللي موجودة في كل مكان بالملايين هم أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي، فإذا انعقدت الجمعية العمومية ممثلة في أعضاء النادي كأصحاب الحق الأصيل في إدارة النادي وتسيير أموره، فالمؤكد إن هم بيعبروا عن أحلام ومشاعر الملايين من الجمعية العامة للنادي الأهلي. عشان كده هناخد الخمس أيام اللي جايين ابتداء من الغد ولحين انعقاد الجمعية العمومية في قراءة لمشهد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مدى وعيها، اختلافها بين الأمس واليوم، تحدياتها، الظروف الصعبة اللي عاشت فيها، الظروف اللي اضطرت تتدخل بشكل استثنائي، ضوابط العملية الانتخابية، ايه المحاذير، ايه الظروف، ايه اللي تم الاتفاق عليه مع اللجنة القضائية في النادي او هيئة قضايا الدولة، اللجنة القانونية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، وكل التفاصيل القانونية والإجرائية والإدارية والاحترازية ايضا في هذا الظرف. هيكون يوميا عندنا ضيف مختص بالشأن الخاص بيه لحين انعقاد الجمعية العمومية إن شاء الله، لكن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة خير الختام هيكون مع الأستاذ محمد الضماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والاهلي ينتخب، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل مسك الختام اليوم مع ضيفنا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي والمرشح لنفس المقعد في انتخابات 26 نوفمبر. استاذ محمد اهلا بيك. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك حضرتك؟ وحشنا. انا سعيد ان انا لقناه النادي الاهلي، وسعيد طبعا انا معاك النهارده. وانا سعيد بيكم كمان، حضراتكم هتكونوا سعداء وانتم بتشوفوا جانب من ملامح السيره الذاتيه للاستاذ محمد الضماطي. استاذ محمد ما شاء الله، يعني انت في الاصل تخصص اداره اعمال من الجامعه الامريكيه. مظبوط. ثم رجل صناعه ورجل تجاره ورجل تنميه زراعيه وتنميه غذائيه. صناعه مينلي يعني. اه صناعه مينلي. طبعا الوالد بدا الشركه من 30 سنه وانا بقى دخلت معاه من 2005 يعني. طيب قبل الفصل كنت بتقول لي كل ده كوم والنادي الاهلي لوحده كوم. النادي الاهلي هو المتعه الوحيده بتاعت الواحد. النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده، مصدر السعاده الوحيد للبني ادم. عايز اقول لحضراتكم انتوا مع مشجع اهلاوي بدرجه ما تتصورهاش.
اتمنى انه في اي كاميرا في ماتشات مهمه للنادي الاهلي تتخصص الاستاذ محمد الضواط عشان تشوفه. ده انا بيبقى احمل هم الموضوع ده عشان تبقى مشاعر عضو مجلس الاداره وهو بيتفرج عامله ازاي. اكتر حاجه سلبيه في موضوع مجلس الاداره ده موضوع الكاميرات والمقصوره والواحد بيبقى قاعد بتمسك نفسك بالعافيه. طبعا. قول لي علاقتك بالنادي الاهلي بدات ازاي؟ علاقتي بالنادي الاهلي مشجع، بدات مشجع. ما كنتش عضو، ما اتولدتش عضو، و يعني كان نفسي من وانا يمكن 16 17 سنه ان انا ابقى عضو مجلس اداره. و ايه ده فكرت بدري قوي؟ بدري كنت بحب كابتن صالح. يعني كان بالنسبه لي كابتن صالح حاجه كبيره جدا. فحبيت الفكره يعني، وبس سبتها كده، ما فكرتش في خطوات لحد ما في 2009 تعرفت على كابتن خطيب بالصدفه. فين بقى؟ كابتن خطيب ساكن كان ساكن في العماره اللي جنبي في الجيزه. في الجيزه عزلنا احنا الاثنين لاكتوبر. فكان بيصلي في نفس الجامعه معايا اللي قدام مديريه الامن اللي بالظبط كده، كان بيصلي في نفس الجامعه معايا، وما كنتش اعرفه وما بسلمش عليه عشان ما ضايقوش يعني. فكان في 2009 مانو الجوزيه ماشي لو تفتكر رايح انجولا. فكان في اسم مدرب في دماغي نفسي اقوله للكابتن. فاستنيته بعد ما خلص صلاه وهو طالع، ما قلتلوش انا مين ولا اي حاجه، وهو بيعدي الشارع اتمشيت معاه كده، قلت له تعرف الكابتن زوق ما بيحبش يكسف حد يعني. قلت له انا في اسم مدرب عاجبني وعايز اقوله لحضرتك. فيعني خدني على قد عقلي كده ومشي معايا. قلت له المدرب كان ايريك جيرتس اللي هو كان مدرب بلجيكي. فعجبه الاسم، وقف فحس ان انا يعني بفهم يعني. فقال لي ده مدرب ممتاز، بس اعتقد ده مضى في الهلال السعودي. قلت له طب في اسماء يا كابتن متاحه لو تحب يعني اقول لحضرتك؟ قال لي ما فيش مشكله. تاني يوم رحت المكتب، حطيت سيفيهات لناس يعني مدربين انا شايفهم كويسين وقتها، حطيت الكارت بتاعي وسبته للامن مع في العماره بتاعت الكابتن. عدى لحد الاثنين الثلاث، لقيت نمره غريبه مكلماني. قالوا انا محمود الخطيب، كنت قاعد في اجتماع حتى قمت يعني سبت الاجتماع وقمت. انبسطت جدا بقى، ومن هنا بدات العلاقه. وبعديها باسبوع اتعرفت على خالد مرتجي برضو بالصدفه. الاسبوع اللي بعده عملت العضويه. اللي بعده؟ على طول 2009. 2009. لاحظت ان انت في 2010 كابتن حسن اختارك للجنه تنميه المواد. اللي حصل بقى احكي لك، دي قصه يعني. خالد مرتجي بقى كان ليه فضل عليا في الحته دي بعد ربنا طبعا. ان انا خالد لما اتعرفت عليه، طبعا انت عارف خالد حبوب وبيحب يسمع افكار جديده وكده. فبعد شهرين ثلاثه قلت له عندي شويه افكار لتنميه الموارد، حابب اعرضها عليك. رحت له في مكتبه في المهندسين، كلمت معاه وانا في وسط البرزنتيشن. راح مكلم الكابتن خطيب في التليفون، قال له انا عندي شاب هايل عايزك تشوفه، انت تعرفه بس عايزك تشوفه. فعلا بعديها بيومين رحنا للكابتن كان في المكتب التنفيذي، وعرضت عليه البرزنتيشن. وبعديها بيمكن 3 4 اشهر بقى اختاروني في لجنه تنميه الموارد في اول 2010. دي كانت اول خطوه بقى ليا في الكارير الاداري يعني. عملت العضويه ومشيت في عملت العضويه 2009 وبقيت 2010 في ودي حاجه على فكره انا بفخر بيها يعني. في يعني انا بحب ان انا فكره ان انا شقيت طريقي في الحته دي لوحدي. يعني بدون اي علاقات ولا اي حاجه، انا كنت بديها من الصفر تماما. كمشجع ما كنتش عضو، عملت العضويه طب كلمنا على كمشجع بقى. قبل ما تدخل في الكارير خالص، كنت متفاعل مع الاهلي ازاي؟ ايه اهم ماتش شفته في حياتك للاهلي؟ قبل القضيه ولا بعد القضيه؟ زمان خالص يعني. عالم ما قبل القضيه طبعا. القضيه وانت عضو مجلس. قبل كده بقى الماتش قبل كده في كتير. قبل كده تاريخ النادي الاهلي مليان يعني بالماتشات. بس طبعا اللي انت البصمه الكبيره كانت معاك ايه؟ طبعا ماتش ال 6-1 طبعا 2002. الجيل بقى اللي هو السبع سنين اللي هم اللي خدنا فيهم الدوري ورا بعض من 93 94 لحد 99 2000. الجيل ده بالنسبه لي كان ده بقى الوقت اللي انا كنت فيه في اعدادي وثانوي. بدات بقى اللي اروح الاستاد لوحدي، فمرتبط شويه بالجيل ده. وانا شايف الجيل ده اتظلم لانه ما لعبش افريقيا. بالظبط. خدنا الوقت القرار بتاع التوقف عن المشاركه في افريقيا، فالجيل ده اتظلم. لكن الجيل ده لا، عشنا معاه الموسمين كانوا 95 96 و96 97 اللي هم كنا بنبقى ورا الزمالك مره كان بست نقط بتاع فريق الاحلام، والمره دي كنا ب 13 نقطه. ايوه. الموسمين دول بتوع هولمان. لا عملنا ران حلوه. لا يعني السبع سنين دول بالنسبه لي هم اللي شكلوا الوجدان الاهلاوي عندك. طبعا، لان قبل كده بقى وانا صغير خالص اللي هم اول ثلاث سنين وعيت فيهم قوي على الكوره. خسرنا فيهم الدوري. اللي هم 90 91 91 92 92 93 دول الثلاث سنين دول كانوا اول بقى ما بدات اوعى، وكان عندي مثلا
من اول وانا عندي 9 سنين 10 سنين بقعد بقى اتفرج على الماتشات، وكنت بجيب الجرايد من وانا عندي 7 8 سنين اقعد اقرا صفحه الرياضه. كان الاهرام والاخبار والجمهوريه واتابع اخبار الفريق. ما كانش فيه بقى لا سوشيال ميديا ولا برامج تلفزيون ولا اي حاجه، كان كاميرا في الملعب بس بالليل يا دوب وشكرا على كده. فهو الفتره دي اول 3 سنين كانوا بالنسبه لي كابوس كابوس. طبعا اول 3 سنين دول كانوا سيئين جدا، كنا بس كنا بنكسب الكاس كل سنه. الثلاث سنين دول خدنا فيهم كاس. بعدين بقى بدانا من 93 94 بدات اتبنت الفرقه الكبيره. بدات كان الان هاريس اول بالزبط. اول سيزون وطلعنا. طيب تشكيل وجدان محمد الضماطي المشجع فرق معاك وانت مسؤول؟ يعني بقيت انت قاعد على الكرسي بمشاعر الجمهور وحاسس بالناس؟ لا مش بس كده، هو فرق معايا انا شخصيا ان الحمل عليا بقى اكبر. يعني انا ببقى متضايق او ان انا ببقى حامل مسؤوليه ان انا مشجع وكمان بحس ان انا مسؤول. فلا الحمل بيبقى تقيل في بعض الاحيان. فعارف قد ايه الناس بتتضايق وبتعاني؟ طبعا 100% لان انا بعاني. يعني انا لما الاهلي بيخسر انت بتعبر عن نفسك او بيتعادل حتى يومي بيقلب والدنيا بتقف بالنسبه لي. الاهلي بيعني لك ايه يا استاذ محمد؟ زي ما قلت مصدر المتعة الوحيدة بالنسبة لي، انا حياتي شغلي مينلي. فالحاجة الوحيدة اللي التسلية الوحيدة بالنسبة لي هي الاهلي. وعلى فكرة مش الاهلي كورة بس، على فكرة انا طول عمري بشجع الاهلي في اي حاجة، كل الالعاب. ما هو ده شأن الاهلاوي، فولي يعني اي حاجة. وكنت بروح ماتشات على طول من وانا صغير يعني. طب خليني برضو في منطقة المشجع الاهلاوي قوي. الاهلي بيمثل لك متعة، الاهلي الحالي كفريق عامل معاك ايه؟ ما شاء الله. انا شايف لسه حتى كنت بقول احنا الحمد لله الكابتن خطيب قدر يبني اقوى سكواد للاهلي من 2005. يعني الجيل بتاع مانويل جوزيه طبعا الجيل العظيم اللي خد كل حاجه، ومن الحاجات اللي خلتنا كلنا كاهلاويه سقف طموحنا يعلى. اعتقد السكواد اللي موجود دلوقتي يعني يجي تاني اقوى سكواد بعد الجيل الكبير اللي كان موجود في 2005 واللي اكتسح كل حاجه. صحيح. فبكل تاكيد طبعا الواحد فرحان ان الفرقه فيها الكميه اللعيبه دي، وما شاء الله بقى عندنا فرقتين، فرقه بره وفرقه جوه يعني. طيب السكواد بهذا الشكل، طموح محمد الضماطي عضو مجلس اداره رايح بالكوره على فين؟ تعرف احنا اولا في الكوره التفويض الاداره الكامل لكابتن محمود الخطيب. طبعا فنيا 100%. لكن هنا بقى طموح عضو مجلس اداره والمشجع. طبعا طول عمرنا نفسنا في كاس العالم للانديه، يعني اعتقد ده الحلم اللي احنا نفسنا فيه. السنه اللي فاتت احنا او البطوله اللي فاتت كنا مش محظوظين ان احنا وقعنا في سكه بايرن ميونخ في السيمي فاينل. لو كنا لعبنا بالميراس كنا ممكن نعدي وناخد خطوه على الاقل ان احنا نحصل على المركز الثاني. صحيح. لكن برضو الحمد لله بعتبر الميداليه البرونزيه اللي اتحققت دي من اهم انجازات المجلس طبعا. صحيح. انجازات كتيره اكيد هنيجي عليها، لكنه انا برضو حابب اقف عند حته محمد الضماطي عضو لجنه تنميه الموارد، لانه ده تقريبا اول كرسي قعدت عليه في النادي الاهلي. مظبوط. كانت الفكره ماشيه ازاي وتعاملت مع الكابتن حسن والكابتن الخطيب وقتها ازاي؟ والله اللجنه دي اتعملت في 2010، وكانوا واخديني كمان في حته ان انا كنت ببص مع بدايات اداره التسويق وقتها. كانت بتبدا تتاسس، وبصينا وقتها على عقد الرعايه اللي اتمضى في 2011 ابريل 2011 بالظبط. فهمت من خلالها الدنيا بتدار ازاي في النادي الاهلي والامور بتمشي ازاي في موضوع عقود الرعايه والبث. وكان عقد رعاية 2011 ده من العقود الجيدة جدا، كان ب 150 مليون تقريبا، 151 مليون. كان من العقود المحترمة اللي وقتها كانت محققة طفرة. واتكلمنا وقتها عن رؤى وأفكار جديدة في تنمية الموارد، لكن طبعا احنا للأسف الشديد ما كملناش. يعني اشتغلنا 2010 وبعدين بقى 11 حصلت الثورة، و2012 جه طبعا الأحداث بتاعت بورسعيد والشهداء الله يرحمهم. عطلت طبعا حاجات كتير. ثم بدأت مسيرة مجلس الإدارة. أربع سنين في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي. حضرتك شايف الفرق بينها وبين إدارة شركاتك إيه؟ يعني خاصة إن القسم المشترك لا مفيش رجل أعمال وصناعة مهم يدير أو يشارك في إدارة نادي رياضي جماهيري كبير. لا مفيش بقى علاقة بين الاتنين دول خالص خالص. ودي من الحاجات اللي أنا كنت في الأول كانت يعني عقبال ما خدت على الموضوع ده خدت وقت. لأن في شركتك أنت إلى حد ما في مرونة أكتر.
طبعا احنا شركتنا مقيده في البورصه. ايوه. فاحنا ستيل طبعا عندنا مجلس اداره وفي اعضاء غير تنفيذيين وفي اجتماعات مجلس اداره كل 3 شهور، بس الدي تو دي انت اللي بتعمله، القرارات الصغيره انت اللي بتتحرك فيها على طول، ولو في قرارات كبيره بتريبورت لمجلس الاداره وبتريبورت للبورصه. الاهلي الموضوع فيه مش كده، الاهلي فيه مجلس اداره، مجلس اداره فيه 12، فانت واحد من 12، وبعدين في اداره تنفيذيه تحتيك هي اللي بتنفذ وانت اللي بتبقى مشرف عليها. أيوة. وفي نفس الوقت انت اللي في وش الاعضاء ان لو حصل حاجه انت اللي عندك مشكله، وفي وش طبعا الجماهير. ايوه. فالاثنين مختلفين، الريتم طبعا في الشركه الخاصه اسرع، النادي الاهلي او الانديه بشكل عام بيبقى فيه طبعا نوع من التاني في حاجات كتير. فهحكي لك قصه، كنا قبل الانتخابات اللي فاتت من ضمن البرنامج بتاعنا كنا ان احنا عاملين ابلكيشن للاعضاء عشان الدفع الالكتروني والكلام ده. ايوه. فالفكره لقت قبول في الاول، فقلت جبت شركه تعمل لي زي ديمو للابلكيشن عشان اوريها للاعضاء واحنا ماشيين يعني. فالاعضاء كانوا بيعجبوا بيها جدا، فيقولوا لي هتعملها امتى؟ فاقول لهم اسبوعين بعد الانتخابات هنكون مخلصين. ايوه. فطبعا دخلت بعد المجلس، يا جماعه الابلكيشن لا 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 لسه بقى هنعمل، استنى لما الاول نستلم النادي ونستلم الموقف المالي بعدين نحطه في الاولويات، تاخد لنا في شركتك بعدين هتنفس فورا، بعدين مناقصه، بعدين فني ومالي، خدت يمكن سنه عقبال لما طلعت. ولذلك يوم ما طلعت انا في المؤتمر الصحفي بتاعها اعتذرت، يعني انا قلت للناس لو حد كان فاكر انا بكذب عليه عن عمدي، يعني انا ما كنتش اعرف، انا فعلا كنت فاكر الامور الاجراء ده زي ده. فخدت حتى الشركه اللي كانت عامله لي الديمو دي ما خدتش المناقصه لان العرض المالي بتاعها ما كانش اقل واحد، على انك في النادي ملتزم باجراءات قانونيه، اجراءات ولوائح، وزي ما بقول لك بتمشي في سيكونس معين، فتعودت بقى على الكلام ده مع الوقت، وده الصح لان النادي الاهلي في النهايه نادي ملك الجمعيات العموميه، ما ينفعش الامور تضار فيه بجره قلم لان دي مش مال خاص، فلازم يبقى فيه التوازن ده. ده اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، رؤيتك انت كرجل اعمال نابه ونافس في الاوساط الدوليه حتى كمان، السيستم الاداري بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي اكتر حاجه بتميزه الانضباط الاداري، عنده سيستم قوي. انت حضرتك تقييمك لسيستم الاهلي الاداري من واقع التخصص؟ طيب سيستم النادي الاهلي الاداري سيستم قوي جدا جدا قوي، ومش موجود في انديه تانية. زي ما بقول لك ده ملوش علاقه بفكره الشركه الخاصه والبتاع، النادي الاهلي كسيستم على انه نادي، لا نظامه الاداري قوي ومؤسسه قويه جدا في الحته دي. فلكن هنتكلم بقى، هننط حته على جزء من البرنامج الانتخابي بتاعنا اللي هي الكابتن بيتكلم عليها، لحته التنميه الاداريه او حته التطوير الاداري في النادي. ايوه. اي شركه او مؤسسه كبيره بتكون مؤسسه ناجحه، النادي الاهلي مؤسسه ناجحه، مش عشان احنا مجلس اداره، هو طول عمره ناجح ان شاء الله، دايما بيبقى دايما الـ اي تغيير في الاداره بيبقى دايما في ريزيستنس، في مقاومه. انت لما تدخل اي اداره جديده، تدخل اي فكره جديده، دايما بتبقى مش سهل ان هي تتبلع طبعا. فده اللي احنا هنشتغل عليه في الدوره اللي جايه، ده جزء من شغل الشاغل بتاعنا في الدوره اللي جايه، ازاي نعمل تنميه اداريه جوه النادي. هايل. يعني ايه تنميه اداريه؟ يعني انك انت النهارده يبقى عندك ادارات جديده، ادارات التحول الرقمي، لازم عندك ادارات تحول رقمي جوه النادي عشان تعمل شغل النادي كله يبقى ديجيتال، لازم تعمل ادارات رقابه بشكل مظبوط عشان خدمات الاعضاء توصل بشكل مظبوط، لازم يبقى في كوميونيكيشن مع الاعضاء صحيح. ويبقى الكلام ده كله مربوط، لازم يبقى عندك احنا بدانا ابلكيشن اللي بقول لك عليها، احنا اول نادي في مصر يستخدم الدفع الالكتروني للعضويات من 2019. النهارده احنا الحمد لله 20% من عضوياتنا بتدفع اونلاين وكرو بتروح للبيوت. الكلام ده احنا عملناه قبل الكورونا حتى. عندك البادي خلاص بتاع الابلكيشن، لكن لازم تكبر، لازم تشمل بعد كده بقى دفع الرحلات والمدارس الالعاب والاكاديميات، ويبقى فيها ريفيوز المطاعم، ويبقى فيها الشكاوي. انك انت تبعت كانت موجوده بس مع الوقت ما نفذناش بالشكل الصح. فكل الكلام ده الابلكيشن دي لازم النهارده تتفعل بشكل اقوى وتخش جوه ادارات النادي، فهتاخد وقت وهتاخد مقاومه، وده طبيعي. انا في شركتي في نفس المقاومه دي، انا كمحمد النهارده انا بقرا تقرير معينه كل يوم في الشغل، لما بيجي لي تقرير زياده عليهم ممكن اشوفه 3 4 ايام وانساه، لان انا متعود بقالي 15 سنه انا بشوف تقرير بطريقه معينه كل يوم، بقراها بطريقه معينه. هو النادي الاهلي كده، في اي مؤسسه كده. فالنهارده عشان تدخل ادارات جديده وتدخل شغل جديد، ده هياخد وقت، هتغير هياكل، هتغير جوب ديسكريبشن بتاع ناس كتير، الوصف التوظيفي بتاع ناس كتير، هتعمل حاجات في النهايه تفيد الاعضاء. الاعضاء النهارده نفسهم في ايه؟ نفسهم يبقى فيه كوميونيكيشن اسهل، بالظبط، يبقى فيه تواصل اسهل، بالظبط. عشان تعمل الكلام ده محتاج
ادارات ومحتاج تغيير في نواحي اداريه كتير، هو ده الشغل الشاغل بتاعنا. من ضمنها مثلا حاجه زي رقابه المنافس. النادي الاهلي بيمتلك 75 منفذ، منهم يمكن 20 منفذ جديد دخلوا خلال الفتره بتاعتنا، ودي من ضمن الحاجات. منافس خدمه الاعضاء في منافس ومطاعم وفي الثلاث فروع بتوع انك زي انك انت النهارده تعمل سيستم ريفيو للمطاعم دي، بحيث النهارده يبقى العضو عارف ان المطعم ده واخد 5 نجوم فده تمام، ده واخد نجمتين فعنده مشكله، واي ملاحظه واي شكوى زي مثلا مواقع زي تريب ادفايزر والحاجات دي، فتبقى العضو يبقى قاعد شايف الحاجات دي جوه النادي. كل ده الفكر بتاع التنميه الاداريه. عشان برضو ان احنا لما اعلنا البرنامج، الكابتن اعلن البرنامج في اول ندوه، الكابتن اتكلم على هيدلاينز، فانا حابب اوضح لان في ناس كتير بتسالنا التنميه الاداريه يعني ايه، هتفيدنا بايه كاعضاء. فلازم النهارده اشرح التنميه الاداريه دي تفيدك في ايه. تفيدك انك انت النهارده هتبقى التواصل اسهل، هيفيدك انك انت النهارده الدفع بتاعك اونلاين هيبقى ان شاء الله كل حاجه، تسدد كل المطلوب عليك وانت في البيت وانت بره مصر وانت كمان. بره، وده بيحصل اوريدي من دلوقتي، بس هنزود الخدمات اكتر. يبقى عندك تحول رقمي في كل حاجه، يبقى عندك ادارات مراقبه في كل حاجه، يبقى عندك ريفيو للمنافس بتاعتك. كل ده افكار مبدئيه. غير بقى بعد كده احنا مستعينين بالوزير هاني محمود وزير التنميه الاداريه الاسبق، هيحط افكار اكتر اكيد بكتير من الكلام ده. بس انا حبيت اخد شويه مقتطفات من البرنامج على حته التنميه الاداريه. ده تفعيل للسيستم الاداري او النظام الاداري للنادي اللي هو في الاصل قوي، ده يعني اضافه ليه بالظبط. بص يعني انت وتطويره. مثلا على سبيل المثال انت من 20 سنه او يمكن اكتر شويه ما كانش عندك اداره اي تي في النادي. وكل الشركات لما بدات اداره الاي تي في اي شركه في الدنيا دايما واجهت بمقاومه في الاول. طبعا مين دول وبيعملوا ايه وايه لازمته ومش عارف ايه، اي جديد اي، بس بالذات مثلا بقول لك على موضوع الاي تي. النهارده في اي حته في الدنيا بما فيهم النادي الاهلي، اداره الاي تي من اهم الادارات اللي موجوده. بالظبط، لان يعني بتخدم على كل حاجه. ما ينفعش تشتغل النهارده بورق بقى قد كده بتاع، بيبقى كله او جزء كبير مميكن. فالكلام ده كله بياخد وقته، لكن مع الاصرار ومع التقدم السريع اللي احنا فيه بتمشي. برضو يمكن ودي لها تماس مع كون حضرتك رجل اعمال كبير. النادي الاهلي السيستم الاداري بتاعه الفصل التام بين العمل التنفيذي والعمل الاستراتيجي 100%. يعني مجلس الاداره ملوش دعوه بالتنفيذي، ملوش دعوه بالتنفيذي، وده بعكس الشركات الخاصه اللي ممكن صاحب الاعمال وهنا بقول يقدر يغير كل حاجه. وده الفرق اللي حصل لي انا شخصيا والصدمه اللي حصلت لي في الاول. انت شخصيا انا عايز دي، انا في شركتي انا راجل مدير تنفيذي ماشي بتغير اي حاجه ماشي. النهارده انا اللي بدير، انا اللي سايق بالظبط. في النادي انت بتحط استراتيجيات وفي ناس بس انت تختار اشخاص منفذين بشكل جيد وتراقب عليهم. تمام، عشان كده النهارده انت اكتر شكاوي بتسمعها ايه لما بتنزل على الارض؟ وطبيعي ان في شكاوي. يعني الناس النهارده برضه يعني ما بحبش فكره ان احنا نلاقي الناس تمام، لا في ناس بيبقى عندها شكاوي طبعا طبعا وقلت قبل كده، واحتياجات متطوره ومتغيره. لا، وعضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي بيعتبر النادي الاهلي بيته التاني طبعا، وهو بيقضي فعلا وقت فيه زي بيته وحقه كده، وحقه ان هو يبقى شايف ده احسن حاجه ويؤدي له افضل خدمه. فمن اكبر شكاوي الناس يقول لك احنا الكوميونيكيشن، احنا عايزين نشوفكم، عايزين نحس ان احنا طايلينكم. وده بقى هنا الشعره اللي ما بين انك انت تنفيذي ولا استراتيجي. دي الشعره اللي موجوده. عشان كده النهارده بنحاول نشوف وسائل تواصل بحيث ندي الاداره التنفيذيه يكونوا على الارض. شكرا. تدي الاداره التنفيذيه المشاكل اللي حد عندهم والرؤيه تبقى واضحه لحد عندهم، عشان هم نفسهم ما يقولولكش احنا ما جالناش، وتعرف انت كمجلس اداره تشوف مين اللي شغال ومين اللي مش شغال. تفعيل الحركه، التفعيل الحركي للتنفيذيين، تفعيل الكوميونيكيشن بشكل عام. يعني انك انت ان العضو يحس ان صوته بيوصل. دي نقطه مهمه جدا. النهارده اي عضو جمعيه عموميه عايز يحس ان انا النهارده المقترح بتاعي، الشكوى بتاعتي، عندي مشكله مع منفذ، عندي مشكله في حته مش نظيفه، عندي مشكله في اي حاجه. وربما الابلكيشن يسهل ده قوي. انا بقول لك احنا اشتغلنا عليه. يعني اشتغلنا على موضوع الشكاوي، وكان بيجي لنا في اليوم اولموست 17 18 شكوى، وكان بيتحل جزء كبير منها. لكن زي ما بقول لك عشان هي حاجه جديده تاهت شويه وسط الزحمه اللي حصلت. طيب انا كمان حابب في المقارنه ما بين التكوين الاداري والعلمي للاستاذ محمد الضماطي رجل الاعمال مع محمد الضماطي عضو مجلس الاداره او المرشح لعضويه مجلس الاداره، خلينا نتكلم في منطقه الترشيح. مرشح. فبالتالي لاحظت ان انت سجلت في احدى الجامعات الامريكيه. مظبوط. رساله ماجستير، مش ماجستير، دكتوراه. خلصت الماجستير، دكتوراه، اسف، عن خلصته من خلصته في وسط الدوره اللي فاتت يعني في 2000 وبدات 2019 وخلصتها في نص 2020. تمام. اخذت او سجلت موضوع دكتوراه عن تاثير السوشيال ميديا في تغيير النمط السلوكي في الصناعات الغذائيه. مظبوط. تاثير السوشيال ميديا
على قرار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ما دمنا بنتكلم بقى في النادي الأهلي، هل السوشيال ميديا ليها تأثير على قرار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وتوجهاته ولا لا؟ ده كلام مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في ضيافتنا الاستاذ محمد الضماطي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي فوق السن. استاذ محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل على رساله الدكتوراه اللي انت مسجلها في احدى الجامعات الامريكيه عن السوشيال ميديا وتاثيرها في تغيير النمط الاستهلاكي للسلع الغذائيه، وحابب اربط بينها وبين السوشيال ميديا وتفاعلها مع القرار الرياضي وتاثيره. انت واحد من المقلين جدا في الظهور الاعلامي، وده ما اعرفش ليه، يعني هل ده التزام بالنسق العام؟ بص، حاجتين، التزام بالنسق العام، وانا عندي يعني طريقه معينه لنفسي، اطار معين عايز احط نفسي فيه. انا بحب ان انا ابقى لو بروفايل، يعني انا بشوف ان عضو مجلس اداره النادي الاهلي لازم يبقى حريص دايما، يظهر امتى، يتكلم امتى، يتكلم بحساب. بشوف دايما عضو مجلس اداره النادي الاهلي ممكن اسمه يبقى معروف لكن مش لازم وشه يبقى معروف. يعني انا اول مره في حياتي اطلع في برنامجين لوحدي في اقل من اسبوع. ولذلك انا عامل تحدي مع نفسي ان انا ما اتكلمش في اللي اتكلمت فيه في البرنامج التاني. صحيح. انا عايز ابقى متجدد يعني. طبعا. برغم هذا الظهور المحدود جدا، الا ان انت واحد من اللي راصدين تفاعل السوشيال ميديا وتاثيرها. صحيح ان انت في المجال العلمي راصد تاثيرها على النمط الاستهلاكي الغذائي، لكن في الرياضه لازم تشوف نبض. ما انت النهارده السوشيال ميديا هي نبض الناس. بغض النظر عن ان في بعض الحاجات ممكن تبقى فيها نوع من الاكستريم شويه، الافوره شويه، لكن لازم تبقى شايف. ده في طبيعه شغلي يعني. انا مثلا بنزل اعلان للشركه على السوشيال ميديا، لازم اخش يعني مش الفيدباك ايه؟ لازم اخش انا بنفسي ابص على الفيدباك. الناس عاجبها مش عاجبها، نازلين منتج جديد، لقى قبول، لا مش قوي، نص نص، ما فيش. قياسات الراي العام مهمه طبعا 100%. ما ينفعش ابقى قاعد في برج منعزل خالص، بالعكس. وعلى فكره ده بيشد اعصابي جدا. يعني ده من نوع من الحاجات اللي بتشد اعصابي. يعني انا من النوع اللي ممكن اروح للمشكله. يعني انا بقى قاعد في امان الله، تلاقيني مثلا فتحت الصفحه بتاعت الشركه عندي ودخلت، فعرفت ان في مشكله، فتلاقيني انا خلاص دريفتد ورحت ورا المشكله دي. بس النجاح هو انك انت تبقى عارف ايه اللي بيدور على الارض وتبقى راصد ده، ما تبقاش قاعد في برج لوحدك وشايف ان الدنيا كلها تمام. عمرها ما بتمشي كده يعني. فده بيراعى يعني نبض الجمهور، مش بيراعى رياضيا. مش عايز اروح للسكه بتاعت فكره ان يقول لك ان ده بيديرني وده بيأثر عليا، لا ان ده بيحرجني، مفيش حاجه اسمها تحريك. في النهايه في معطيات معينه بتبقى عندنا احنا كمجلس اداره مش موجوده. أيوة. عند الناس. ايوه. فاحنا بالذات كنادي جماهيري كبير، فاحنا في المعطيات دي بنشتغل على هذا الاساس. انما في بعض الاحيان واحيان كتير قراراتك بتتفق مع رغبات الجمهور. احنا في النهايه احنا جمهور. بالظبط. احنا اعضاء مجلس، احنا بنراعي جمهور قوي. لا، احنا بنراعي الجانب مصلحه النادي الاهلي اللي هي مصلحه الجمهور واعضائه. يعني في الاخر احنا جايين نخدم الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه، مش جايين نضر حاجه. فاحيانا رغباتك بتتفق مع الرصد بتاع فيبان ان انت متاثر. فيبان ان انا متاثر، ودي مش حقيقه. بس في النهايه احنا برضو جمهور يعني. ما انت مش هتعارض الحقيقه اذا كان النبض جاي. هو ده هو في حاجات بنبقى متفقين فيها. وفي معطيات تانية بتبقى عندنا في حاجات، في مواضيع تانية بنفضل ان احنا نسكت خالص وبنتهاجم عليها وبنعمل، لكن بنفضل ان احنا ناخد جنب. وده انا اعتقد ده الراي البديل عن المدرج. دي بقى المشكله الكبيره. انك انت بقالك النهارده 9 سنين تقريبا مش بتلعب بجمهور. من 2012 فنبض المدرج فالمدرج من السوشيال. المدرج كان بيلم كل حاجه. بالظبط. المدرج كان بيلم كل حاجه وكان صوت واحد. النهارده انت عندك 100 صوت. أيوه. فالمدرج كان بيلم الدنيا كلها. أيوه. دلوقتي الموضوع مش كده. فالموضوع انك انت بقى عندك راي واثنين وثلاثه وعشرة ومية. وخناقات ما بين الجماهير وبعضها، الفرق وبعضها، واحيانا خناقات ما بين جمهور النادي الواحد، ولا انت بتشجع بطريقه فلانيه. في النهايه كله بيحب النادي الاهلي، بس كل واحد بيبقى ليه طريقه معينه في التشجيع. المدرج كان بيحمي القصص دي. المدرج تاثيره اقوى بمراحل من السوشيال ميديا، مفيش مقارنه. انا راجل عشت حياتي كلها في المدرج وشفت دلوقتي بقى لنا 9 سنين بنلعب من غير جمهور تقريبا. تفتكر لو المدرج مليان ايه الجون اللي كان هيتهز له المدرج بعنفه؟ يا نهار ابيض. وانت عضو مجلس اداره هو في غيره؟
جون القضية طبعا. القضية اه طبعا، ده كان نفس الواحد يبقى كان يهد الملعب مدرج، ده يهد بلد بحاله. لا طبعا ده كان الواحد نفسه الملعب يبقى مليان في يوم زي ده. احكي لي على الجون ده وعيشته ازاي، والمباراة دي ظروفها ايه، لان دي بطولة مش طبيعية. اصعب مباراة عدت عليا في حياتي طبعا. في حياتك؟ اه طبعا. انا قعدت 20 يوم قبل الماتش شبه يعني متوتر 24 ساعة، والاثاره بقى بتاعه الماتش والمساحات بتاعه اللعيبه ومش عارف، طلع من عندنا ديانج ووليد سليمان وكان صالح جمعه والزمالك طلع منه مش فاكر اوباما ومين تاني، الامور كانت كل تفصيله صغيره ومين الحكم ومين مش الحكم يعني، فكنت متابع كل تفصيله صغيره. الجو العام ساعتها كان مشدود قوي يعني. اول مره بتلعب اهلي وزمالك فاينل افريقيا، بطوله غايبه عنك من 2013، انت جاي كمجلس اداره طموح الجماهير كله جاي على وجبت الكاس. دي اليمين التاسعة والشمال العشرة. العشرة دي غلبانة، محدش احتفل بيها. أيوة. ولا كأننا خدنا عادي يعني، بطولة عادي. لا لا عادي. دي بالذات اتهدر حقها خالص العشرة، انما التاسعة طبعا لا يعني الفرحة كانت لا كان مباراة طبعا بقول لك تنشنة رهيبة، واحساس الواحد بيكسب بطولة افريقيا ومن نادي الزمالك وفي اجواء ملتهبة زي دي، لا كانت فرحة كبيرة. اللي جاب التاسعة مستر بيتشو موسيماني. احكي لي على محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة المشجع الكروي العنيف قوي على الترابيزة، وكابتن محمود الخطيب بيقول لكم على اسم المدرب اللي استقر عليه. شوف أنا زي ما بقول لك، احنا في القرارات الكورة احنا مفوضين الكابتن بنسبة 100%. أيوة. قرار موسيماني قرار فيه مغامرة جريئة ومحسوبة من الكابتن. مغامرة جريئة. طبعا. مغامرة جريئة ومحسوبة من الكابتن، انك انت اول مره مدرب من جنوب افريقيا ومن افريقيا يجي يدرب بنادي الاهلي. أيه. لكن قرار كان في منتهى الذكاء، لان انت كان قدامك شهر او يمكن أيام. شهر ونص. لا هو جه اول اكتوبر تقريبا. يعني فاضل لك شهر ونص شهرين، وكان فاضل لك ايام على ماتش اللي هو الوداد بالزبط. اللي هو السيمي فاينل. انك انت تجيب حد حافظ الفرقه وحافظ اللعيبه بمراكزها بالحاجات دي كلها، لان ما كانش حد هيقبل ان البطوله دي تروح. خلينا نكون متفقين، هات اي اهلاوي من سنه دي، لا دي منتهيه دي لا. يعني دي الا دي. طبعا كان قرار كان مغامره جريئه. والحمد لله مغامره اتت بثمارها يعني. تعاملت مع الراجل عن قرب، سافرت معاه؟ بص سافرت، انا من النوع اللي انا بعيد شويه عن يعني من ضمن قله ظهوري الاعلامي انا ببقى فاصل شويه عن برضو الكوره. يعني انا ما اعرفش يمكن نص الفرقه عن فرقه الكوره ما اعرفهاش. مش عشان حاجه، انا بحب برضو يعني بحب اسيب خصوصيه للفرقه. حتى سافرت معاهم بعثه واحده كانت في تنزانيا في ماتش سيمبا. وكنت قريب من ده كان اول عمل تكلف بيه. لا 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 ده سيمبا ده قريب ده. ده من فيش كام شهر. لا. انما ايه اول عمل كلفت بيه؟ اول بعثه ولا اول عمل؟ اول عمل كان ايه؟ اول عمل اول اجتماع مجلس اداره كان تنظيم بطولات افريقيا، كانت عندنا يد وطايره. الكابتن اداني اليد وادى الجرح الطايره. الطايره. واحكي لك على موقف حصل عشان تعرف احنا بنتعامل مع بعض ازاي في النادي يعني. ده كان اول اجتماع مجلس اداره، كان 9 ديسمبر بعد الانتخابات ب 8 9 ايام. وكان المجلس السابق مهندس محمود طاهر اتعاقدوا على البطولات دي. اثنين للسيدات في شهر مارس، اثنين رجال وسيدات طايره في مارس، واليد رجال وسيدات في ابريل. فالكابتن ادى الجرح للطايره في مارس وانا في ابريل اليد. فتمام، وخدنا كلفنا بالموضوع، وبعد اسبوعين ثلاثة بدأ جرحي لأن هو كان قبليه بشهر هو اللي يبدأ اشتغل. يرتب اللجان والحاجات دي. وبعد اسبوع 10 ايام بدأت قلت كمان انا اشتغل. فكل ما اجي اشكل لجنة يقول لك هي الجرح. اجي اشكل لجنة المراسم، لجنة الاستقبال، لجنة الإعاشة، لجنة البتاع. فقلت يا جماعة الدوبليكيشن شكله مش طبيعي. وفلوس زيادة ووقت، بنضيع وقت الناس يعني. انا هنقعد نفس الاجتماع هو جرح يقعد وانا اقعد. فرحت رايح للكابتن قلت له يا كابتن انا في دوبليكيشن، وانا بستأذن حضرتك تدخل. هندمج البطولتين مع بعض، وجرح هيبقى رئيس البطولتين وانا هبقى نائب ليه.
عشان هو راجل اشتغل اوريدي وانا جيت وراه، فهو بص الروح الجميله. فناس كتير جدا بقى ازاي وجرح اصغر منه، قلت يا جماعه احنا في الاخر اخوات وده النادي الاهلي وانا مش فارق معايا اللقطه، انا فارق معايا ان انا نطلع حاجه شكلها كويس ونوفر مجهود الناس، مش هنقعد نعمل. لا وللامانه انت بتقول منطق فيها مبدا يحترم، انه الجرح اشتغل خلاص. ما بالظبط هو اشتغل اوريدي كمان اسبوعين ثلاثه قبل، ما بصيتش ان هو تحت السن وانت فوق السن ومين اكبر ولا جرح اخويا. وبعد كده يعني انا بدات المجلس جرح طبعا جرح توأم صحيح، جرح علاقته بيا من قبل المجلس قويه. وبعدين بقى بقيه المجلس بعد كده توطدت، كان مشترك يعني توطدت العلاقه بعد كده مع بقيه اعضاء المجلس. وعملنا بطولتين او اربع بطولات في مارس وفي ابريل كانت ناجحه جدا، وكسبنا الطايره الرجال والسيدات، وكسبنا الرجال اليد، والسيدات عملوا بطوله كويسه جدا وكانوا بعيد عن المشاركه الافريقيه. ده اول عمل وفيه روح اهلاويه جميله جدا. ده اول جداً. عمل كلفت بيه في اول اجتماع، دي روح اهلاويه هايله. لكن اول بعثه بقى ترأسها، اول بعثه كانت في نفس وقت البطوله دي في شهر ابريل 2018، كانت بعثه 2000 شباب 2002 كوره. 2002 كوره بطوله وديه كانت في الامارات في دبي. فيها واقعه مهمه يعني ما حدش يعرفها يعني، او بس يعرفها المقربين يعني. كنا وقعنا في مجموعه مع بطوله وديه، الاهلي 2002 راح يلعب في دبي، بطوله دوليه وديه. كان معانا في المجموعه ايندهوفن هولندي وفلامينجو البرازيلي، وكان معانا اهلي دبي. وكانت بطوله من 8 فرق، كان فيها ريال مدريد وكان في الناحيه الثانيه ريال مدريد ودورتموند واياكس تقريبا. وكانت بطوله قويه. المهم ان انا حضرت اول ماتش، خسرنا من ايندهوفن 2-1، ورجعت مصر على حسابي الخاص عشان كان في افتتاح بطوله اليد، عشان ابقى مع جرحي في البطوله. استاذنت من الكابتن طبعا ونزلت مصر 48 ساعه على حسابي، وكان كابتن خالد جد الله كان نائب رئيس قطاع الناشئين وقتها، هو اللي اتكلف بمهام رئيس البعثه في ال 48 ساعه دول. وفي الفتره دي خسرنا خساره ثقيله من فلامينجو، كان فريق من فلامينجو حاجه مرعبه يعني. طبعا. ورجعت على ثالث ماتش كان بتاع دبي ده، كسبناه 2-0 وخلاص يعني كده طلعنا من البطوله. وانا ما كانش عاجبني النتيجه اللي احنا خسرنا بيها من فلامينجو، الموضوع كان مضايقني يعني. هو فلامينجو بس انا الاهلي لا ما يعني الموضوع كان منرفزني يعني. فكلمت الكابتن في التليفون، هو الكابتن كان في المانيا وقتها كان بيتعالج موضوع ظهره. قلت له يا كابتن انا حصل كذا كذا كذا، وانا شايف والبروتوكول بتاع البطوله ان احنا مكملين كاستضافه وكل حاجه لحد اخر بطوله، فاحنا لسه عندنا 5 ايام والولاد هيتدربوا هناك وكل حاجه، بس انا شايف ان الدرس تربوي للولاد دول ان ما ينفعش الاستهانه باسم الاهلي انه يخسروا بالشكل ده، لازم نرجع. نرجع انا شايف يا كابتن الموضوع كده. قال لي طب بص قال لي طب بص اتكلم على لجنه المنظمه عشان ما يبقاش فيه يعني مشكلة. الاخوه الاماراتيه يعني مش عايزين نضايقهم. ولو كده خد القرار. رحت رئيس اللجنه المنظمه وقلت له في 1 2 3، الراجل طبعا تمسك وبتاع وما ينفعش. قلت له بص الموضوع بالنسبه لي منتهي. طبعا بقى الولاد كانوا زعلانين جدا، وبالنسبه لهم احنا هنقعد واول مره يسافروا ونفسنا. قلت لهم بصوا الموضوع منتهي. وفعلا اللجنه المنظمه يعني وافقت، تفهمت الموضوع، وجبت يعني كان وقتها كابتن تامر حفني هو المدير الفني، وقلت له قدام الناس قلت له احنا ده قرار متفق عليه مع كابتن محمود الخطيب، انتوا كنتوا المفروض تقعدوا 5 ايام وانا عارف ان كنتوا عايزين تقعدوا وبالنسبه لكم اول مره تسافروا، لكن مش النادي الاهلي اللي يخسر، احنا هنرجع بكره. وكلمت اللي غيرونا تذاكر الطيران، والحاجه الوحيده اللي تعرفوا تعوضوا بيها النادي كان عندهم فاضل لهم ماتشين على نهايه الدوري هنا في مصر مع المقاولين والزمالك. كان لازم يكسبوا الماتشين عشان احنا كنا بيهايند بنقطتين. ايوه متاخرين. تكسبوا الماتشين دول تاخدوا الدوري، يبقى انتوا كده عملتوا مصالحه مع وساعتها هاجي لكم وهتفرج على الماتش الاخراني. وفعلا نزلنا مصر عملوا معسكر الخمس ايام اللي هم كانوا بدل العدوم في دبي، وكسبوا الماتشين وخدنا الدوري. كسبوا الزمالك وخدوا الدوري. خدنا الدوري بتاع 2002 الوقت. خدوا الدوري يعتبر بالقرار ده. يعني مش قوي كده بس لا يعني لا تاثيره بس انت بتتكلم على شباب ولاد صغيرين. انا كنت حابب ان يعني لا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها ان الاهلي يخسر بنتيجه تقيله وانك انت هتكمل 5 ايام تتفسح وتنزل، لا يعني مش صح. مع ان في النهايه بالنسبه لهم ما كانوش شايفين ان ده قرار غريب، وليه ما انت قاعد وخمس ايام ودبي بالظبط وهنتدرب برضه وهننزل. قلت لهم لا الموضوع بالنسبه لي منتهي، هنرجع النهارده. ورجعنا يعني خلصنا الماتش بتاع الاهلي دبي، ركبنا طياره 1:30 بالليل ورجعنا مصر. والخمس ايام اللي كنت تقعدون في دبي هتقعدون في معسكر هنا، قعدون بقى هم هنا في مدينه نصر بيتدربوا كل يوم ولعبوا بعد كده الماتش. هي دي برضو الروح المسؤول لما يبقى عنده الاحساس. انا ما بحبش اشوف الاهلي بيخسر. ما بحب
بقول لك انت مشجع درجه اولى. ما اقدرش. طب قول لي بقى، يعني كابتن محمود الخطيب لما خاض الانتخابات اللي فاتت قدم للناس مجموعه فيهم ناس اعضاء مجلس اداره سابقين وفي ناس عندها خبرات وفي ناس جديده، كنا خمسه جداد. فده تشكيل يعتبر كتير كبير، يعني انت بتتكلم في خمس عناصر جديده. مش عايز اخدها بعناصر يدخلوا مره واحده، مش عايز اقولها عناصر قديمه ولا جديده، وده برضو قلتها في البرنامج اللي فات بس لازم اقولها لان انا يعني الناس مؤمن بيها. مؤمن بيها جدا. هيكل القايمه من المره اللي فاتت للمره دي ما اتغيرش. الهيكل الاشخاص اتغيرت لكن الهيكل ما اتغيرش. انت المره اللي فاتت كان عندك خمسه نشاط رياضي. كان الكابتن كوره، ايوه رانيا علواني وبريم الكفراوي سباحه، ايوه جوهر نبيل يد ومهند كاراتيه. المره دي هم نفس الخمسه، او مش نفس الخمسه، نفس الخمسه رياضه، عدد خمسه. كابتن حسام غالي، محمد الغزاوي تنس، مهند مجدي مازال موجود كاراتيه، ومي عاطف سباحه. ايوه الفرق في ايه؟ ان المره اللي فاتت كان واحد كوره واربعه نشاط رياضي، المره دي بقوا اتنين كوره ثلاثه نشاط رياضي. اتنين رجال اعمال، انا والجرح مازلنا زي ما احنا. هم نفس الاثنين هم. وفي اعتقادي لو احنا الاثنين كنا مش موجودين كانوا هيبقى برضه اثنين رجال اعمال ثانيين، ما كانوش هيبقوا ثلاثه ولا واحد. هو التشكيله او الكابتن شايفه في الفتره الحاليه ان يبقى اثنين رجال اعمال موجودين، عندنا حد مسؤول عن الملف الطبي اضافه طبعا دكتور محمد شوقي، طارق قنديل كمسؤول عن العلاقات المؤسسيه والبنوك وراجل خد خبرات كبيره في الدوره اللي فاتت. صحيح. عندنا دكتور محمد سراج جوانب الانشائيه والكلام ده كله. ثم بقى الجناحين اللي مع الكابتن العمري ومرتجي، اللي هم طبعا يعني النادي كله معاهم اجتماعيا ورياضيا وعندهم الخبرات الكبيره من سنين طويله. قول لي في جزئيه الاستاذ خالد مرتجي، وانت واحد يعني من رجال الاعمال التقال الكبار، فكره اداره المال والاعمال لما يكون منوط بيها واحد بالعقليه ديت او بالخبرات الدوليه زي ما الكابتن الخطيب عرضها في الندوه، انت شايف ده ازاي هذا الاختيار؟ اعتقد الكابتن الخطيب كان واضح في اختياره او في مبررات اختياره لخالد في الفتره اللي جايه، ان هو حابب ان حد يبقى ليه اكتر علاقات دوليه وليه علاقه اكتر بموضوع الشركات، والشركات هنا مهمه جدا للمجلس ده. في حاجه لقضيه الشركات يعني لوحدها يعني مهمه جدا، ومهمه جدا عند الكابتن كمان طبعا. فحابب ان هو بالنسبه له هيبقى يوفر لها فرص النجاح الكبير. بالظبط، فهو شايف ان مرتجي في الحته دي هيبقى عنده القدره جيفن العلاقات الدوليه بتاعته، وشايف ان هو هيبقى اكثر انسجاما معاه في الحته دي. اربع سنين راضي عنهم؟ الحمد لله راضي بنسبه كبيره. انا من النوع شخصيا اللي بجلد نفسي كتير، فانا مش من النوع اللي على اساس ان انت عندك الاهلي في حته تانية خالص. لا انا بجلد نفسي كل حاجه يعني، انا في حياتي كلها يعني انا من النوع اللي في شغلي وفي حياتي وكل حاجه ما بترضاش على حاجه. انا بيرفكشنست يعني، ببقى عايز الحاجه كلها تتم وباخد كويس. ده كويس كويس بس مرهق طبعا الاثنين طبعا، وباخد بالي من اقل زعل حد يعني. ما بحبش ازعل حد يعني. ما بحبش ان انا النهارده ابقى شايف عضو زعلان او شايف حد زعلان مني. ما بحبش اخلق ال بحاول ان انا ارضي الجميع. ايوه. فالاربع سنين الحمد لله انجزنا فيهم حاجات كتير على مختلف الاصعده، اتكلمنا كتير كلنا في موضوع الانشاءات بشكل يعني كبير. انا عايز اتكلم اكتر في موضوع الخدمات لان دي ما خدتش حقها شويه معانا. ايه اللي حصل فيها وايه اللي جاي؟ يعني زي ما بقول لك النادي الاهلي لو هناخدهم فرع فرع مثلا، النهارده انت بتتكلم على الجزيره، احنا النهارده ضفنا منافس كتير جدا في فرع الجزيره، بعضها اول مره يخش مش النادي الاهلي يخش انديه في مصر بشكل عام. الشاشه الكبيره اللي احنا عملناها في الثلاث فروع بس، فرع الجزيره عملت شغل كويس جدا، تقويه شبكات الواي فاي، الشكل العام بتاع الابلكيشن والدفع الاونلاين، مدينه نصر ادينا متنفس كبير جدا في الفود كورت اللي موجود، الجراج طبعا ده جانب انشائي بس برضو في نوع خدمي للاعضاء لان ده كان من المشاكل الكبيره. الشيخ زايد طبعا اتاخرنا فيها شويه، وده من ضمن الحاجات اللي موجوده في البرنامج بتاعنا بقوه في الجانب الانشائي بالذات في الشيخ زايد. ده الجراج طبعا الجراج بتاع مدينه نصر كان ده يعني مهم. لو بتسالني ان انا ده من اهم الانجازات الانشائيه والخدميه في نفس الوقت للمجلس في الدوله. طبعا لانه خدمه مباشره. لان ده كان لا وكان حاجه صعبه جدا، الركنه في مدينه نصر كانت كارثيه. زايد عايز اتكلم عليها شويه لان زايد احنا استلمنا المرحله الاولى كانت 28 فدان. لما استلمنا في 2017 في اواخرها كان هناك قرار بوقف التراخيص لحاجات جديده في الشيخ زايد. أي. لبعض الحاجات الصغيره يعني مش عارف ايه، اتعمل هنا بزياده شويه هنا اقل شويه. خدت وقت طويل جدا عقبال، ودي من الحاجات اللي فيها نوع من البيروقراطيه في حته التصاريح
والرسم المعماري والكلام اللي انا كنتش اعرف عنه حاجه قبل ما اخش في المعمعة دي في المطبخ بتاع النوادي والكلام ده كله. خدنا وقت طويل جدا عقبال ما خدنا الموافقات بتاعه الكلام ده. عقبال لما خدناها يمكن كنا دخلنا على اول مستوى 2019. كنا بارلل ده بندفع بدايه اقساط ارض التجمع. احنا دافعين في اقساط على مدار الفتره بتاعتنا 420 مليون جنيه في ارض التجمع. وجبنا 2200 عضويه جديده فقط لحد دلوقتي في الحته بتاعت التجمع. فانت كنت فاتح على جبهتين بتحاول تكمل زايد وبتعمل متنفس جديد. كان قرار موفق من العدم. يعني كان قرار موفق من مجلس مهندس محمود طاهر التوسع في الناحيه بتاعت التجمع. بس بس الاثنين مع بعض كنت بتحاول توفي على الاثنين مع ظروف كورونا مع وقف التراخيص. خدنا وقت. اول حاجه عملناها في الشيخ زايد كانت مجمع البنوك. ايوه 175 مليون جنيه عشان نبدا المرحله الثانيه في الانشاءات في الشيخ زايد. المرحله الثانيه 30 فدان يعني قد اللي موجود دلوقتي. ايوه عملنا تشغيل تجريبي اول امبارح لمجمع الصالات. صاله كاراتيه وجمباز وسكواش وتنس طاوله. بمساحه كبيره للاعضاء بمنافذ مستوى اعلى كتير جدا من اي نادي تاني في مصر. ثلاث منافذ موجودين هناك. أيوه. مبنى اجتماعي بدانا اوريدي شغل فيه في الشيخ زايد على 1200 متر بمنطقه جلوس اعضاء بملاعب كوره خماسي للاعضاء برضه عشان المتنفس بتاعهم. تمام. حمام سباحه جديد عشان عندنا مشكله في حمام السباحه في الشيخ زايد. في واحد جديد بيتعمل. في واحد جديد هنبدا لسه فيه حقيقة. بعد باذن الله الانتخابات لو ربنا قدر لينا. فالشيخ زايد حصل تاخير حقيقي ومع ميس كوميونيكيشن ان ما تقلش للناس الكلام ده. ما تقلش لسه احنا اخرنا كل ده ليه. فالناس عندها الاحساس النهارده اللي هو ايه انتوا لسه بتفتحوا الصالات النهارده عشان الانتخابات. احنا بقى لنا سنه ونص في الصالات دي عشان نبنيها. والمرحله دي لما تكمل ان شاء الله وذن السنه اللي جايه ده هيبقى قد اللي موجود. ايوه هيبقى 30 فدان تانيين اكتر كمان من 28 فدان الموجودين. وبعدين بقى عندك الانجاز الثاني اللي في الشيخ زايد ان شاء الله مستقبل ال 65 فدان اللي هو بتوع المدينه الرياضيه والاستاد. ودول برده من ضمن الحاجات اللي الكابتن سعى فيها. ايوه وسعى فيها يعني بقوة. اللي هو الارتفاعات ان احنا ناخد ارتفاع عالي في المنطقه دي عشان نعرف نعمل الاستاد. وبقى عندنا خلاص فور شور ان استاد النادي الاهلي هيتعمل في الحته دي لان ده كانش موجود. ما كانش سهله كمان. ما كانش سهل وما كانش موجود. ايوه فبقى ارض الشيخ زايد على بعضها اللي هي 128 فدان تقريبا ميت كلير وموجوده وخطتها واضحه والمخطط بتاعها واضح وهنبدا ننطلق فيها بقوه. لكن زي ما بقول حصل تاخير في حاجات كتير زعل الناس شويه او حسسهم ان احنا مش باصين لزايد او مش فارق معانا زايد عشان شافوا افتتاحات كتيره انشائيه في الجزيره وفي مدينة نصر لكن ما شافوش في زايد. المساله تبدو لاي مجلس اداره يمكن الناس اتعودت في العموم غالبيه الانديه مجلس اداره بيدير مقر واحد فشايف احنا ما شاء الله بقى عندنا ثلاثه الاب اللي جاي. عنده اربع اولاد ومطلوب انه يعدل بينهم على مختلف اعمارهم وظروفهم ومستوياتهم طبعا. دي مشكله صعوبه 100%. مش صعوبه بس خلي بالك مثلا احنا عندنا حاجه من ضمن المشاكل اللي في الجزيره النهارده. الجزيره مساحه ضيقه جدا. عايز جراج. مفيش مستحيل انك انت يبقى عندك جراج. فانت بتحاول النهارده ومحطوط في البرنامج ان احنا نتكلم مع المحافظه ان يدونا مكان في الجراجات اللي حوالين النادي. فده لان خلاص وسط البلد بقت زحمه جدا. ايوه مدينة نصر كان طبعا الشغل الشاغل بتاعنا هو الجراج. خدنا وقت طويل جدا 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 من يمكن الجراج ده بقاله 20-30 سنة مش عارفين نعمله. صحيح. واتعمل يعني بصعوبة شديدة واعتقد في فكرة التوسع فيه. التوسع بالهيدروليك اللي هو ياخد دور تاني. فكل فرع ليه متطلبات. وفي النهاية خلي بالك انت الدورة دي عملنا تعاقدات على أعمال إنشائية بأولموست مليار و400. مليار و400 ما بين الاربع فروع منهم. 700 مليون في المرحله الاولى بتاعه ارض التجمع. لان التجمع انت ده غير ثمن الارض ده. انت عندك الانشاءات تعمل بنيه تحتيه للنادي كله. ما ينبقى عندك مرحله اولى في التجمع اللي ان شاء الله نفتحها مارس ابريل اللي جاي الهيئه الهندسيه مارس او ابريل افتتاح ان شاء الله مبنى اجتماعي مبنى اجتماعي مسجد جراج ملاعب تنس ملاعب طايره سله يد وملاعب ملعب كره خماسيه وملاعب للاكاديميات الكوره. فرع التجمع هيبقى حاجه اوت ستاندنج حاجه رائعه. نقله تانية لانه معمول فعلا حلو وبديزاين خلي بالك برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي اتعملت المره دي هو توحيد شكل المباني بتاع النادي. طبعا الصالات الشخصيه المعماريه حتى البوابات الكلام ده كله. فمعمول حاجه في التجمع هتعجب الناس ان شاء الله. ومرحله تانية باذن الله يبقى في حمام السباحه وصاله الجمباز.
إذن دي كمان واحدة من المفاجآت اللي بينتظرها أعضاء النادي الأهلي في الدورة الجديدة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل الأكيد في مفاجآت تانية. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين ومعانا الأستاذ محمد الضماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي فوق السن. أستاذ محمد، بالحجم الصعب اللي عليه كانت التحديات في الأربع سنين، انت بتقول ان انتوا بنسبه كبيره راضي عن الاداء في الدوره دي. هل مستوى الاداء كان السبب في هذا الهدوء في السبق الانتخابي؟ في ناس هتشوفها اولا في الاخر الانتخابات، فكل الاحترام لاي حد عايز يخدم يعني طبعاً. ولكن اكيد لما بتبقى الناس شايفه ان في نجاح، فبيبقى القايمه بتبقى واخده نوع من الاريحيه شويه. ولكن هل ده يحملنا مسؤوليه زياده؟ يعني اعتقادي الشخصي ان الناس شويه حاسه ان هو طب ماشي تمام، انتوا الناس دي من حقها يعني مفيش مشكله اشتغلوا، بس عشان بقى ان نحاسبكم. والكابتن قال كلمه عجبتني في المؤتمر بتاع الشيخ زايد، ان البرنامج الانتخابي، واحنا يمكن كنا اول قايمه ننزل بحاجه اسمها برنامج انتخابي، ان ده لازم يبقى عرف بعد كده في كل دوره لكل واحد عايز يترشح بمجموعه او حتى لو عضو مستقل. وعشان كده الكابتن كان مصمم ان هو يطلع برنامج انتخابي تكمله للي فات. ايوه، عشان الناس بعد اربع سنين ان شاء الله لو لينا عمر تحاسبنا على الاربع سنين اللي جايين، لو ربنا قدر لينا طبعا وكنا موجودين. فده عرف موجود، وزي ما بقول لك الناس هتحملك مسؤوليه زياده وهتبقى عندها متطلبات منك، وعليك انك تتنفس. فكرة ان انا الاقي مجموعة عندها هذا الالتزام في ان مقدمة للجمعية العمومية ورقة تعهدات، انا جاي علشان اعمل 1 2 3 4 10. انت بتقول يعني الكابتن يرى انه ده يتحول الى عرف، لكنه عرفه ربما يكون متاح للمجموعة مش متاح للفرد. هل فكرة القائمة تختلف عن الترشح الفردي؟ لا، يعني في النهاية الترشح، ولا الأمر يتطور إلى يبقى المنافسة كلها في قوائم؟ لا، شوف، احنا بقالنا الانتخابات اللي فاتت واللي قبليها كان في قائمتين قدام بعض، وكان في مستقلين برضو. وده يمكن اللي مخلي الناس المرة دي مستغربة ان هي قائمة واحدة ومستقلين. في النهاية كل الأصل واحد الأصل كان فردي، يعني لغاية 92 قبلها كلها انتخابات فردية. كابتن صالح، اول في حاجه القايمه 92، اول مره كانت 92 موضوع القايمه بالظبط، ومن ساعتها احنا ماشيين بنظام القايمه، بس يا بتنزل قايمه واحده يا بينزل قايمتين قدام بعض بالظبط. اخر مرتين 2014 و17 كانوا قايمتين قدام بعض. فالناس المره دي يعني شايفه قايمه واحده، شايفه قايمه واحده وترشيحات فرديه، وترشيحات فرديه. والمرشحين الفرديين بيبقى عندهم هما كمان برامج طبعا، عندهم افكارهم وارائهم، وحقهم انهم يتكلموا الكلام ده طبعا. فما فيش حاجه يعني تمنع ان المرشح الفردي يبقى عنده هو كمان افكار يقدمها للناس، ما هو لازم يبقى عنده حاجه. واحده من ضمن الافكار اللي فاجئتونا بيها كمجلس اداره فكرة شركات الأهلي الثلاثة. أنت حضرتك كنت في المجموعة المختصة بدراسة فكرة شركة الكورة. مظبوط. يعني يا ريت نشرحها أكتر، وأنت برؤيتك شايف لها طيب. راحة إزاي؟ أولاً ده يرجعنا لحاجة من أهم الحاجات اللي أنا شايف إن اتعملت في المجلس ده وما خدتش حقها قوي وإحنا بنتكلم على الانتخابات، هي اللائحة بتاعة النادي. اللائحة طبعاً. يعني ده من ضمن الحاجات، لأن لولاها ما كناش وصلنا لل اللائحة كانت حاجة مهمة جداً إن إحنا نخلصها. طبعاً. وأساس اللائحة دي في رأيي هي الشركات. انك انت تبدا تنطلق بالشركات بتاعتك. وده من انجازات المجلس، عملناها في 2018 وبحضور كثيف، والحمد لله الناس كلها كانت عايز اقول لحضرتك انه يعني حتى فكره اللائحه من المجلس اللي فات كانت واحده من معارك مالك وكتابه قوي، يعني اللي خاص بحته الشركات تحديدا في الاخر، ان الحق المحفوظ للجمعيه العموميه في الاخر. احنا الهدف بتاعنا من ساعه ما جينا كمجلس ان احنا كنا داخلين على لائحه استرشاديه. ايوه، واللائحه الاسترشاديه لا يليق، لا يليق، لان انديه كتير جدا كانت اتغيرت. واحنا كنا عايزين نشتغل على اللائحه بتاعتنا، وعملناها الحمد لله، وبدانا نشتغل على الشركات. انا كلفت من المجلس ومن الكابتن ان انا اكون عضو في اللجنه او المجموعه اللي بتدرس شركه الكوره، كانت برئاسه خالد مرتجي ومعايا طارق قنديل. وانا كنت مبسوط ان انا في الحته دي، في يعني ما طلبتهاش يعني، بس الكابتن اختارني فيها لان فتحت لي افاق لحاجات كتير. كابتن عارف دماغك رايحه فين. والله يعني انا اتبسطت فيها جدا. طبعا.
وعملنا شغل مثمر للغايه فيها. اشتغلنا على طبعا ضمينا معانا وقتها عضوين في اللجنه دي من خارج المجلس، كان معانا دكتور سعد شلبي وقتها كان مستشار تسويقي للنادي. ايوه. وضمينا احمد شمس، واحمد شمس هو رئيس الابحاث في واحده من اكبر بنوك الاستثمار في الشرق الاوسط واهلاوي جدا. واشتغلنا على شقين، الشق الاولاني الجانب التسويقي، نقدر الشركه دي يبقى الريفينيو ستريم بتاعها ايه وايه اللي نقدر نجيبه كايرادات. واشتغلنا مع احمد شمس على حته الانديه بره الريفينيو بتاعها بيتشكل من ايه؟ قد ايه بيجي من الرعايه، وقد ايه بيجي من البث، وقد ايه بيجي من المرشندايزنج الحاجات اللي بتتباع التيشيرتات والحاجات دي، وقد ايه بيجي من تذاكر الماتشات. الشكل العام بتاع الشركات او الانديه اللي ليها شركات بره ومطروحه في البورصه، مطروحه فين وامتى وازاي، وبمضاعفات ربحيه شكلها عامل ازاي، بتكسب ولا بتخسر، الترند بتاع المكاسب او الخسائر بتاعتها شكلها عامل ازاي. وكانت فعلا من امتع الحاجات اللي الواحد اتمتع بيها في المجلس ده. وقررنا ان احنا ناخد نموذج يوفنتوس، ان احنا عايزين نشوف يوفنتوس عمل ايه الفتره اللي فاتت، لان يوفنتوس من الانديه اللي طورت نفسها قوي تسويقيا في اخر 7-8 سنين. تغيير اللوجو والفريق بقى في بيجتذب نجوم اكتر، منهم طبعا كريستيانو رونالدو قبل ما يتنقل السنه دي لليونايتد. وبدانا ان احنا نتصل بيهم من خلال خالد مرتجي وعلاقاته، طبعا عنده ما شاء الله علاقات دوليه قويه جدا، وكان اول اتجاه للاهلي في حته ايطاليا مع اليوفي. احنا عندنا كان علاقات مع بايرن ميونخ وعندنا علاقات مع ريال مدريد، وكان اول بقى يعني توجه لينا لايطاليا في اليوفي عشان نسالهم الشركه بتدار ازاي، ايه العلاقه اللي بين الشركه واليوفي. انت عارف يوفنتوس مملوك لعائله انيلي، فالعلاقه ماشيه ازاي، بتعملوا ايه، الجوب ديسكريبشن بتاع الدنيا، الهيكل النظامي في الشركه. وقدمنا الكلام ده كله في برزنتيشن للمجلس بقى بالكامل. وكان معانا لجان تانية اللي كانت لشركه الاهلي للخدمات السياحيه وشركه الاهلي للمنشات الرياضيه والاستاد، عملوا برضو برزنتيشن في المجلس، ورشحنا اسماء للكابتن لاداره شركه الكوره بالظبط. والكابتن بقى كلم استاذ ياسين منصور طبعا رجل الاعمال الاهلاوي الكبير، وكنا مرشحين باشمهندس مصطفى مراد فهمي، واحد من الناس اللي انا طبعا بعتز بيها جدا، وعمر الله يرحمه كان من اعز اصحابي يعني، وحسام جالي انضم عليهم من الفتره الاولانيه وانطلقت الدنيا. اذا يعني هو ده الفكر بتاع الكابتن محمود الخطيب او بتاعكم كمجلس، ان انا بجزأ نرجع بقى المهام. لا مش تجزئ المهام، نرجع بس الحته ده بقى يرجعنا لاول حاجه احنا بنتكلم فيها، فكره البطء والسرعه بتاعت الشركات ولا ايه. ايوه ايوه. جزء كبير من تخطي العواقب دي هيروح مع الشركات. وده من افضل القرارات الاداريه اللي اتخذت، انك انت تبدا تنطلق بالشركات بتاعتك. الشركات دي هيبقى عندها المرونه اللي انا كنت بكلمك ان هي موجوده في الشركه عند النادي. عنده 100% من الشركه لحد دلوقتي، لحد ما ممكن نطرح في البورصه او اي حاجه، هيفضل الاهلي عنده الحصه الحاكمه بموجب اللائحه الاعضاء اللي حافظ عليها. حق النادي. لكن خلاص بقى انت بتتكلم على شركه خاصه هتبقى ماشيه زي الصاروخ، هتمشي بمومنتم اسرع كتير جدا من النادي، بكوادر جديده، بشغل جديد. هيبقى بقى هنا حته الهيكل الاداريه اللي كنا بنتكلم عليها هتبقى اسهل في كتير في التنميه الاداريه، هتبقى اسهل كتير جدا في الشركات دي. ثلاث شركات بيديرهم قامات، يعني اتكلمنا على شركه الكوره، عندنا في شركه الاهلي للخدمات السياحيه الوزير الاسبق للسياحه يحيى راشد، وعندنا المهندس سيمن اسماعيل في شركه الاهلي للمنشات الرياضيه والاستاد، فكلها كوادر مش هتخش تفشل يعني. دي ثلاث شركات هيمثلوا يعني الاجنحه الفاعله للاهلي ان شاء الله في الدوره الجديده ان شاء الله، ايا كان مين المجلس اللي موجود بالظبط. بس في حال ان انتوا اخذتوا ثقه الجمعيه العموميه ان شاء الله، هذه الشركات انت حضرتك كرجل اعمال تتوقع رايحه بالاهلي اقتصاديا لفين؟ طيب شوف، في شركات انت هتمشي بيها في رايي ان هي تبقى بالنسبه لك كاش فلو ستريم كويس، يعني شركات زي الخدمات السياحيه تدفع في السنه حوالي 70-80 مليون جنيه حاليا ما بين حجوزات وما بين الكلام ده كله. لما يبقى عندك شركه خدمات سياحيه بتاعتك تستفيد انت من المكسب ده، تبدا توسع الحاجات بتاعتها للجماهير والرحلات الخارجيه والكلام ده كله، شركه زي دي هتبقى ممكن تجيب لك ارباح معقوله وكويسه تمشي بيها. ايوه. شركه الاستاد فيلم تاني، لان طبعا الاستاد ده هيبقى تمويل كبير وشغل برضو هيجيب عوائد كبيره جدا للنادي. وشركه الكوره طبعا هي الشركه اللي الناس كلها بصلها، لان دي الشركه اللي انت بقى بتتكلم على انك انت تزود المداخل الريفينيو ستريم بتاعك بزيادات الرعايه والكلام ده كله، وتشوف حاجات جديده وتطلع لاسواق جديده
وبعد فتره بقى عايز تطرح الشركه في البورصه، وده يمكن الهدف اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيه. هذه الشركات بالقوه الاقتصاديه الماموله ان شاء الله تدي لك دفعه قويه للبدء في مشروع كبير زي الاستاد. الاستاد ماشي في سكته في شركه من الشركات، واوريدي ده بدا يشتغل النهارده. احنا بنتكلم على الارض خلاص رسينا ان هي تعمل في الشيخ زايد، وده برده كانت خطوه صعبه. النهارده هم شغالين في الكراسه الشروب بتاعه المزايدات، حق التسميه والتصميم والكلام ده كله اشتغل عليهم شركات من بره. عملوا لنا برزنتيشن، ثلاث شركات عملوا لنا برزنتيشن من حوالي شهرين او ثلاثه، وكلهم ماشيين بخطى سريعه، والشركات خلاص شغاله على الارض، وفي ناس وفي اجتماعات وفي مهام تسليم وتسلم لكتير منها. بدات تشتغل بالظبط. الشركه دي للخدمات الصحيه اوريدي خلاص شغاله وبتحجز هي للفريق الاول والحاجات دي كلها. وانا اعتقد الكابتن كان قال ان هي من الممكن تتوسع في نشاطها حتى للجمهور. يعني طبعا 100%. ما ده انا هتشتغل لكل جمهور الاهلي في شركه خدمات سياحيه. مظبوط. عايز تطلع في الجمهور، عايز يسافر ورا الفرقه في رحلات خارجيه، عايز يتولى وحتى في حجوزات الطيران بالظبط، حتى حجوزات للجماهير العاديه بره الرياضه. اكزاكتلي. طيب ده مش كان تحدي صعب قوي على مجلس اداره في 4 سنين؟ انت بتتكلم في اتجاه انشائي ضخم جدا وانشاء وجانب رياضي. محمد ضماط المشجع الاهلاوي، شفت الملف الرياضي بقى في ال4 سنين دول ازاي؟ الرياضي اللي بره الكوره، خلي الكوره لوحدها، الكوره كفايه فيها القضيه. النشاط الرياضي شوف النشاط الرياضي ده من ضمن البيلرز بتاعت البرنامج الجديد، وهو تطوير النشاط الرياضي. اها. وبرضه حابب ان انا اتكلم على الحته دي بتفصيله شويه، عشان برضه الناس بتقول لك انتوا بتوعدوا تطوير طيب النشاط الرياضي في النادي الاهلي بيدار والكابتن قال كده برضه من سنه 2000 بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، مع عدد كبير جدا 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 من الالعاب، مع اعداد كبيره جدا من اللاعبين بتخش كل سنه، مع فلوس اكتر بتدفع في العقود وفي الشراء اللعيبه من بره والكلام ده كله. احنا النشاط الرياضي بيصرف حوالي 200 مليون جنيه في السنه. 200 مليون جنيه 200 مليون جنيه في السنه، والمست الدخل اللي بيجيبه حوالي 40-50 مليون، فانت عندك عجز حوالي 150 مليون. ازاي بقى تقدر انت عندك حوالي اولموست تلت الرقم ده رايح للفرق العاب الصالات بتاعتك اللي بقت مكتسبه جماهيريه كبيره، اليد والطايره والسله. ازاي تاخد الكلام ده تبدا تحاول تطلع منه ريفينيو ستريم، تبدا تحاول تعمل اكاديميات للالعاب دي بره، اوريدي بدانا نشتغل على الكلام ده بس ازاي تتوسع فيها. ازاي مع حقوق الرعايه الجديده تبدا تفصل العاب الصالات عن الكوره، لان انت بتبيعها دلوقتي اوفر ذا باكج، يعني جزء من الباكج بتاع الكوره. ازاي تفصلها؟ ازاي يبقى عندك رعاه في الالعاب دي ممكن تبقى رعاه غير الكوره؟ انت لو شفت مثلا برشلونه بيلعب في الهاند بول براعي والكوره براعي تاني، فانت ازاي تعمل الكلام ده؟ فتجيب رعايه في الالعاب الصالات، تحاول تقلل شويه من الفجوات اللي موجوده. ازاي تجيب حقوق بس في العاب الصالات النهارده بقى ليها المشجعين بتوعها؟ ازاي تبدا تدور على الحقوق البث بتاعتك زي ما حصل في الكوره من 15-20 سنه؟ ايوه. في الخناقه اللي حصلت بين اتحاد الكوره والانديه، طب حقوق البث من نصيب مين لحد ما مشيت الامور زي ما هي؟ وكان النادي الاهلي اللي فرض ده في 2008. فالنشاط الرياضي الحته دي هنشتغل على حته تنميه الموارد بتاعتها بشكل كبير. حته ثانيه للاعضاء بيشتكوا منها دايما لما بننزل نتكلم على فكره الاعضاء الرياضيين، وانك انت بتجيب اعضاء من بره على الاولاد الصغيره، ممكن نفكر في ان احنا يبقى عندنا لجان متابعه ريبورتنج دايركت لمجلس الاداره، ان هي اللي بتقيم الاعضاء الرياضيين دول. احنا عندنا اولموست 12% اعضاء رياضيين في فرق النادي من كل فرق النادي، 88% اعضاء. بس ممكن تلاقي فرق بيبقى فيها حمل زياده شويه، في فرق انا بقف مع اولياء الامور وبتكلم بتلاقي مثلا فرقه فيها 6 اعضاء رياضيين من 20 او من 25، فدي نسبه كبيره طبعا. فلازم الحاجات دي كلها ممكن تقيم تاني، عشان برضو الاعضاء يبقوا حاسين بارتياح ان المجلس شايف الكلام ده، ويكون في احتياج حقيقي للعضو الرياضي. وطبعا يبقى في احتياج حقيقي، فانت بتشوف التقييم بتاعه، بتشوف اداؤه، بتشوف السكور بتاعه، بينزل امتى، بيعمل ايه، والكلام ده كله يبقى متشاف بطريقه سيبريت شويه عن النشاط الرياضي. كل دي افكار في ضمن اعاده الهيكله بتاعه النشاط الرياضي، من ناحيه انك انت تتوسع في الايرادات بتاعتك شويه بحيث انك انت تبدا تجيب دخل، وفي حته الرقابه على الحته بتاعه الاعضاء الرياضيين، او لو في اي شكاوي او في الكلام ده كله. اعتقد الحتتين دول لو موجودين جزء كبير جدا من الشكاوي اللي بنشوفها لما بننزل النادي على طول هتهدى شويه، لما يحسوا ان الناس شايفه وفي جهه محايده هي اللي بتقيم. والناحيه الثانيه احنا بقى للناحيه الجماهيريه، لان الالعاب دي بقى ليها جماهيريه، نبقى نقدر ندعم ونكمل دعم للالعاب دي، لان دايما الجمهور بيطالبنا بده. وزي ما قلت قبل كده النادي الاهلي مدرسه كبيره في الرياضه. أيوة. ومش بس في الكوره، ومش بس في العاب الصالات، في كل الالعاب اللي النادي الاهلي موجود فيها بينافس فيها وبيطلع ابطال رياضيين.
عندنا مدربين ورؤساء اجهزه على اعلى مستوى، مدرسه مدرسه كبيره، بس زي ما بقول محتاجين احنا نبروز بس الكلام ده. النشاط الرياضي، ايه اكتر فريق انت كحد متابع النشاط ده باهتمامه وبتشجيعه وبحماس، الفرقه اللي انت شايف ان هي مستواها اتعدل شويه او اتطورت اكتر ايه؟ لا والله احنا دلوقتي اعتقد احنا ماشيين في سكه كويسه كله، يعني الطايره مستقره من الاول مع الطايره ما شاء الله. الطايره مستقره من الاول مع كابتن ميدو مصلحي ومع كابتن حمدي صافي في السيدات. الباسكت الفرقه ما شاء الله بدات تمشي كويس، خدنا بطولتين ورا بعض مع اوجوستي اللي هو المدرب الاسباني. السله السيدات ماشيه كويس بقى لها فتره مع كابتن علي هاشم. اليد الكابتن طارق محروس الامور السنه اللي فاتت الحمد لله مشيت كويس، خدنا الكاس وخدنا كاس الكؤوس وبيبني فريق اعمار صغيره وان شاء الله ندعم ونحسن كمان الدنيا اكتر واكتر. وفي اليد السيدات معنا كابتن يحيى يوسف، خسرنا البطولات الموسم قبل اللي فات، السنه اللي فاتت الحمد لله خدنا كل البطولات اللي دخلناها. عندنا محترفين في الست فرق دول اللي هم الثلاثه الرجال والثلاثه السيدات، محترفين في كل الفرق رجال وسيدات، عمره ما كان بيحصل في الاهلي. احنا ما بنبخلش على حد، يعني مفيش فرقه من الفرق دي ما بنلبيش طلباتها بشكل كامل، بمحترفين على اعلى مستوى. طيب انت، انا اعرف ان انت متابع او قاري تاريخ الاهلي بشكل كويس جدا، شايف العمق التاريخي ده فارق معانا كتير؟ نادي الاهلي مختلف عن اي مؤسسه رياضيه تاني في الشرق الاوسط وفي المنطقه كلها، اللي هو التاريخ بتاعه هو المستقبل. نادي ماشي بمبادئ معينه وباسس معينه، والكلمه دي بتضايق ناس كتير. طبعا. ولو هتسالني ايه اكبر نجاحات كابتن محمود الخطيب، ده بقى مش المجلس، كابتن محمود الخطيب في الاربع سنين اللي فاتوا، انه قدر يحافظ على صوره النادي الاهلي. صوره النادي الاهلي دي لو تقول لي ايه الانجاز الاكبر لكابتن محمود الخطيب على مدار الاربع سنين اللي هو شخصيا، هو قدرته في وسط الحرب اللي اتحاربها على مدار الاربع سنين اللي فاتوا، انه ما فيش حاجه اسمها مبادئ وقيم، وان الفلوس اهم من الانتماء، وان ما فيش حاجه اسمها اخلاق ومبادئ وقيم النادي الاهلي، ان هو حارب الكلام ده كله وقدر ان هو يوصل الرساله بتاعته بالشكل المظبوط، وان هو يطلع في الاخر منتصر. خلي بالك انت 2020 السنه اللي فاتت، يعني لما كان لعيب ما يجددش ويمشي، وكان يطلع البرامج التحليليه يقول لك النادي الاهلي يجب ان يعي ان عصر المبادئ انتهى والمبادئ انتهت، وان ده عصر الاحتراف، وان اللعيب اللي يطلبه ياخده والكلام ده كله، هم نفس الاعلاميين اللي بعديها بست سبع شهور لما الاهلي خد البطولات كلها قال لك النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب اتعامل صح، ان اوضه اللبس ما ينفعش يبقى فيها فروقات كبيره، نفس الاعلاميين. صحيح. ما خلي بالك الاهلي لما تحط اسمه في جمله مفيده بتبقى ترند على طول. صحيح. فالناس تحب تحط اسم الاهلي في جمله مفيده حتى لو هيتشتم على فكره، بس هو المهم الترند قبل اي حاجه. عشان كده انتوا يعني مش من فراغ كان الشعار تاريخ مبادئ تطوير، ان انا وانا بستشرف المستقبل بدأ بالتاريخ. الاهلي مختلف. الاهلي طول عمره مختلف في مواقفه. في طريقه مكسبه. جمهور الاهلي يعني بيحب المكسب اكتر حاجه في الدنيا، بس يحب يكسب بطريقه معينه. ايوه. يعني يحب يكسب بطريقه معينه يحب يحافظ على الاهلي. وما يحبش الشماعات، يبقى شايف التحكيم فيه مشكله ويضغط وكل حاجه، لكن برضه يقول لك الفريق مقصر. ايوه. برضه فيه مشكله، احنا اللي اتدلعنا، احنا لو كنا جبنا الفرصه دي ما كناش ادينا فرصه لحد. ما كناش ادينا فرصه لحد. ده جمهور الاهلي. يعني ده طول عمره الميزه اللي فيه، انك انت بتقول ده بتقول ده، جمهور بيكبر الاهلي على اي حد، عن اي لعيب، عن اي مسؤول، عن اي حد في الدنيا، الاهلي هو اللي فوق الجميع. الجمهور على فكره هو اللي بيطبق مقوله الاهلي فوق الجميع قبل اي حد. مفيش لاعب في الدنيا الجمهور يحس بس ان هو يعني بيتعالى على الاهلي، بس لحد بيتحايل على تجديد، ولا حد بيشتمنا كمجلس اداره عشان نجدد لحد. ايوه. ولا حد بيضغط علينا. أيوة. يوم ما الجمهور يحس بس ان اللعيب بقى. على فكره ده كلام مهم جدا، ان انت تبقى كصانع قرار حاسس ان الجمهور مش ضاغط عليك، ده في ظهرك في الحته دي. ولا ده هو اللي مش سامح لك ان انت تفكر تفرط ولا الهوى، مستحيل.
بس كده، ده انت في ناس انت بتكبر انك انت ما ينفعش يرجعوا تاني بسبب الجمهور. طبعا خلاص انت خدت ترند معين، الجمهور بيحب الطريقه دي. جمهور الاهلي بيحب الطريقه دي ويحب يتغنى بال 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 بالاختلاف والتميز، بالتميز ده. يحب يجيب لك احداث قديمه واحداث 85 والماتش بتاع الكاس بتاع تاريخ. سبحان الله في كل مره الاهلي بينحاز للمبدا، ربنا بيكرمه، ربنا بينصرك في الاخر. احكي لك قصه. اتفضل. سنة موسم 93-94 كان في وقع، كان ماتش الأهلي والمصري وحسام حسن ونصر التليس. والأهلي كان كنا متصدرين والفرقة بدأت تعمل دروب، كان وقتها عندي 11 سنة يعني. وده كان هداف الفريق طبعا، وتوقف لآخر الموسم طبعا، وكان بقالي 3 سنين بنخسر الدوري. فروحت قلت لوالدي، وأهلي متعصب برضه هو يعني طلعني كده. رحت قلت له انا ازاي يعني بنوقف احسن مهاجم عندنا وهنكسب الدوري ازاي؟ قال لي احنا مش هنكسب الدوري غير عشان كده. شفت؟ وسبحان الله الدوري ده انت كسبته ماتش فاصل مع الاسماعيلي بتاع 4-3، محمد رمضان جاب هاتر. ورمضان كان بعيد خالص. وجابه واعتزل. ثلاث اجوان بس شوف الحرص على المبدا، مش هناخد الدوري الا بكده. ومشيت كده. وطول عمر الاهلي كده. في نص دقيقة رسالتك الأخيرة للجمعية العمومية. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نلبي على الأقل جزء من متطلباتكم، وسامحونا إن كان هناك تقصير. أنا من الناس اللي ما بحبش أن حد يبقى زعلان، ونفسنا أن احنا الناس كلها تبقى مبسوطة. احنا عملنا كل ما بوسعنا أن احنا نرضي الجميع، وحملنا الأمانة بكل ما أوتينا من قوة، ونتمنى بإذن الله أن احنا ننال الشرف كقائمة كاملة بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية. وتنورونا، وزي ما احنا منتظرينكم دايما بكثافة، لأن النادي الأهلي نادي دايما متعود على الأرقام القياسية، وما ينفعش جمعيات عمومية بتاعت أندية تانية فيها زيادات كمان على المرة اللي فاتت أن احنا نبقى عددنا قليل. احنا عندنا بإذن الله كل الإجراءات الاحترازية وكل حاجة عشان لو حد خايف من الكورونا وما إلى ذلك، وان شاء الله نعمل حضور تاريخي كعاده النادي الاهلي. استاذ محمد كنا سعداء بك النهارده. انا اسعد. شكرا جزيلا للاستاذ محمد الضماطي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي فوق السن لانتخابات 26 نوفمبر، واللي كان مسك الختام لسباق المرشحين اللي شرفونا في الاهلي ينتخب. الكل عرض وجهات نظر وافكار واراء وطموحاته، وكلم الجمعيه العموميه والجمعيه العامه جماهير النادي الاهلي في كل مكان بكل الاريحيه. اعتقد حضراتكم تابعتوا حلقات الاهلي ينتخب في استضافه الساده المرشحين تباعا. زي ما قلت لكم من بكره ان شاء الله هيبدا ما عرف عليه بالصمت الانتخابي. خلاص سباق الترشيح انتهى، هيبدا الكلام للجمعيه العموميه عن قيمه الجمعيه العموميه، صاحبه الحق الاصيل، عن تاريخ الجمعيه العموميه، عن وعي الجمعيه العموميه، عن الانعقاد القادم للجمعيه العموميه على مدار من ابتداء من الغد ان شاء الله وحتى يوم الانتخاب. هتستمتعوا بحلقاتنا يوميا تباعا. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه، وتصبحوا على الف خير.